أسعد الله مساءكم أعزائي، وأهلا وسهلا بكم في سلسلة محاضراتنا الموسومة الترجمة للجميع. وبودي اليوم أن أتكلم عن تجربة مهمة من تجارب الترجمة، ألا وهي تجربة الأستاذ الدكتور مرتضى جواد باقر مع نوم تشومسكي وترجمته على بشكل خاص لكتابه Aspects of the Theory of Syntax، جوانب من نظرية النحو، الصادر عام 1965، وهو الكتاب الذي تم التعارف عليه على أنه يمثل النظرية القياسية The Standard Theory. صدرت هذه الترجمة للدكتور باقر عن جامعة البصرة، وإنني في الحقيقة أعتبر ترجمة الكتاب المذكور بتحدياتها المعروفة وبالمقدمة والشروح الممتازة التي كتبها المترجم الذي كان كما عرفته سنوات تدريسه لنا في كلية الآداب بجامعة البصرة دقيقا في عمله وواسعا في معرفته اللغوية لقيامه بتدريس علم اللغة والنحو التحويلي التوليدي فترة طويلة، وإنجازه لكتاب من تأليفه عن النحو التحويلي التوليدي باللغة الإنجليزية، وقيامه فيما بعد بتأليف كتاب مقدمة في القواعد التوليدية عام 2002، وترجمته لكتاب النظرية النحوية Syntactic Theory لجيفري بول عام 2009، علاوة على ما يمكن أن نسميه بانتماء المترجم والمؤلف للمدرسة العقلانية The Mentalist School في علم اللغة والدراسات اللغوية عموما، وبسبب أنه درس في الولايات المتحدة، المترجم درس في جامعة إنديانا، فقد طلبت من المترجم أن يحدثني عن ترجمته لذلك الكتاب الثقيل بين فارستين وعن ترجمة تشومسكي عموما، فقال متفضلا: ترجمة ما كتب تشومسكي تجربة فيها تحد كبير، وليس في هذا أي غرابة، ففعل الترجمة كله تحد، إنما التحدي الذي تتضمنه ترجمة كتب تشومسكي ومقالاته أوسع أبعادا ويواجهك في مستويات عدة، وأظنه ينصب في معظمه في أنك تنقل إلى العربية خطابا غريبا عن مفاهيم غريبة بمفردات غريبة. ولاحظ أن الغربة هنا مركبة، ترجمتي لجوانب من نظرية النحو واجهت فيها كل ذلك، فأنت تريد أن تنتج شيئا فأنت تريد أن تنتج شيئا يفهمه القارئ، وهذا يتطلب استخدام مفردات شائعة وراسخة الاستعمال تحيل إلى مفاهيم مألوفة لدى القارئ حين ذاك. وأظنه ما زال لم تكن المفردات العربية التي نختارها ولا المفاهيم التي يتحدث عنها الكتاب مألوفة، إنها لم تكن جزءا من المخزون المفهومي conceptual repertoire للقارئ. وهكذا، فما أن بدأت الترجمة بدأت بالترجمة وجدت أنه كان علي أن أختار إما أن أتركها لأنني لم أرد أن أقدم نصا غير مفهوم بمفرداته ومفاهيمه، أو أن أقوم بشرح المعاني الخاصة للمفردات المستعملة وما تحيل إليه من مفاهيم، وهو ما اخترت أن أفعله زمن الشباب. وقد اضطررت غير مرة أن أوقف استرسالي في الشرح لكي لا تزيد الشروح على النص، ومع هذا فإنني وأنا المترجم وجدت في الترجمة بعض الغرابة حين كنت أقوم بتصحيح مسودتها، ووجدتني
أقرأ النص الإنجليزي فلا أجد فيه صعوبة، وأقرأ ترجمته العربية فتعسر علي، فما بالك بالقارئ الذي لا يعرف الإنجليزية. من الصعوبات التي واجهتني أنني كنت مضطراً إلى اختيار مفردات عربية لتقابل مفردات النص، وهذه لم تكن قد استعملت بهذه المعاني من قبل. الأمور الآن أفضل كثيراً، الكثير من المفردات قد أصبحت مألوفة بمعانيها الفنية، فلا حاجة لشرح ما تعنيه، ولا حاجة للمترجم قبل ذلك أن يستنبط أو يختار أو ينحت أو يستعير كلمات جديدة. أخذت مني ترجمة الكتاب سنين عدة، عملي فيها كانت تقطعه أعمال ومهام وهموم أخرى، إحداها وأولها بركات الحرب مع إيران التي غمرتنا بأغاني مدفعيتها لنتراكض للاحتماء من القنابل إلى خارج البصرة أو داخلها من مكان إلى آخر. وهذه كما تتذكر، والحديث هنا موجه لي لأنني طلبت من أستاذي الدكتور أن يكتب لي عن تجربته مع تشومسكي، كانت كلها ملهيات. أذكر هنا مساعدة طالبتين من طالباتي في إعادة كتابة المسودة بخط واضح، ومساعدة طالب آخر في كتابة ثبت المصطلحات، فلهم الشكر على ذلك. لم يكن قد ترجم لتشومسكي وقتها أي شيء، صدرت ترجمة الدكتور يوئيل عزيز طال الله في عمره لكتاب البنى النحوية Syntactic Structures قبل صدور جوانب بقليل، وتشاركنا أنا والدكتور عبد الجبار محمد علي بترجمة كتاب آخر لتشومسكي هو تأملات في اللغة Reflections on Language، نشرته دار الشؤون الثقافية في بغداد بشكل مشوه أوائل عام 1991. ترجمة هذا الكتاب أظنها كانت أيسر قليلا من سابقه، إذ ليس فيه إغراق في النواحي الفنية التفصيلية النحوية والفونولوجية أو الجوانب الشكلية من النظرية اللسانية عموما، بل كان يعالج في غالبيته مسائل نظرية حول طبيعة اللغة ومهمات النظرية اللسانية، وهو مما قلل كما أظن من جهدنا في تقديم الشروح والأمثلة والتفسيرات. وفي العراق كذلك صدرت ترجمة في التسعينات كما أظن لكتاب آخر من كتب تشومسكي لم أطلع عليها مع الأسف، هو اللغة والعقل Language and Mind. ترجمت كتابين آخرين لتشومسكي، اللغة ومشكلات المعرفة وآفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل، ولكنهما بقيتا مسودتين، إذ صدرا بترجمة جيدة للدكتور حمزة المزياني، وكذلك فقد صدرت ترجمة في مصر لكتاب تشومسكي معرفة اللغة Knowledge of Language، ولي على جودتها ودقتها ملاحظات عديدة. وسمعت أنه صدرت ترجمات ثانية لبعض كتبه في سوريا ولا علم لي بها، ولكن للدكتور المزياني مقالة عن ترجمات تشومسكي فيها الكثير من الملاحظات والتعليقات التقييمية، وأعرف أن هناك مسودة تنتظر التقويم والتقييم ثم النشر لكتابه البرنامج الإدنوي Minimalist Program، وكذلك اللسانيات الديكارتية The Cartesian Linguistics. ما زال المطلوب ممن يتصدى لترجمة كتب تشومسكي هو أي أن يستطيع المترجم أن يقدم نصا يفهمه القارئ، وكلما كان الخطاب فنيا ومختصا كان في ذلك واجب أكبر على المترجم في الشرح والتفسير. فاللسانيات التشومسكية
ما زالت غريبة على القارئ، فما بالك بكاتب تمثل كتاباته مغاليق حتى على المختصين في حقله. انتهى مضمون الرسالة التي بعث بها أستاذي الدكتور مرتضى جواد باقر، وتحدث فيها عن تجربته مع ترجمة كتب تشومسكي، وخصوصا كتابه Aspects of the Theory of Syntax. فهذه تجربة من التجارب المهمة التي صدرت عن جامعة البصرة، هذه الترجمة. شكرا جزيلا، وملتقانا في لقاء آخر إن شاء الله تعالى.